في صدد ذاته كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد أن الإعلان عن نتائج امتحان إثبات المستوى سيكون يوم 31 من مايو الجاري. وأوضح بالعابد في ندوة صحفية على هامش انطلاق امتحان إثبات المستوى أنه تم تخصيص 17 مركزا لتصحيح أوراق هذا الامتحان. قمنا بتسخير كل إمكانيات والإعاز إلى مديرية التربية وكذلك إلى مؤسسات وطنية أخرى توصي بالمساهمة في تأمين هذا الامتحان وضمان كل مسببات النجاح إن شاء الله. أن اليوم 444,888 مترشح ومترشحة لمختلف المستويات يجتازون هذا الامتحان على يعني على 1660 مركز إجراء، وسيكون إن شاء الله هناك 17 مركز صحيح على أن تعلن النتائج إن شاء الله بحوله يوم 21 من شهر الجاي 31 من شهر الجاي.